أعزائي المشاهدين، أهلا بكم في القناة الإلكترونية لوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك. إذن ضمن سلسلة الحوارات التي نخصصها لقطاع الموانئ والقطاع البحري، لنا الشرف اليوم أن نستضيف معنا في بلاتو القناة السيد محمد الجناندي، وهو مدير ميناء أسفي. إذن مرحبا بك سيد الجناندي. إذن أول سؤال، هل يمكن أن تقربنا أكثر من مشروع ميناء أسفي؟ تعطينا نبذة عامة عن المشروع. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا المشروع ديال بناء ميناء أسفي الجديد، أن هناك ميناءين، ميناء المدينة وهذا ميناء جديد في مدينة أسفي. هذا الميناء اللي أعطى الانطلاقة للأشغال ديالو سيدنا الله ينصرو في 19 أبريل 2013، كيعتبر حاليا من اهم الموانئ اللي في طور الانجاز. هذا الميناء هذا الموقع ديالو جا تقريبا 15 كيلومتر جنوب مدينه اسفي، وعلى بعد 2 كيلومتر من المحطه الحراريه التي حتى هي في طور الانجاز. هذا المشروع هذا هو عنده صبغه ميناء معدني، ميناء معدني، بحيث سيتم نقل الفحم من الميناء إلى المحطة الحرارية. في المرحلة الأولى هناك نقل تقريبا 3.5 مليون طن لإنتاج 1320 ميجاوات. في المرحلة الثانية تقريبا في سنة 2020 سيتم نقل 7 مليون من الأطنان لإنتاج 2640 ميجاوات. وفي المرحلة الثالثة سيتم استيعاب أنشطة المكتب الشريف للفوسفات إن شاء الله. حجم الاستثمارات التي خصصت لهذا الميناء؟ عدد الاستثمارات التي خصصت لهذا المشروع 4 مليارات من الدراهم. فهناك الشركة التي تقوم بإنجاز هذه الأشغال هي شركة مجمعة بين شركتين، شركة مغربية تقريبا 90% وشركة تركية تقريبا 10%. هذا المشروع هناك تتبع من طرف 6 ديال ما بين محاولات وما بين مكاتب دراسية، بحيث أن كل تتبع أنواع الجودة. فهناك المختبر التجارب والدراسات، وبالنسبة لأشغال الطبوغرافية فهناك شركة مابين، بالنسبة لمراقبة أشغال تحت الماء هناك شركة نيتروكس، بالنسبة لوضع عوامة لمراقبة الأمواج شركة أنفال، وهناك المراقبة التقنية اللي هو مكتب الدراسات سيدي. طالما أنكم ذكرتم نقطة التتبع والمراقبة، هل المراقبين لتقدم الأشغال هم أشخاص تبع الوزارة أم أنهم أشخاص خارج الوزارة؟ بالنسبة للأشخاص أو التقنيين والمهندسين اللي متبعين الأشغال على صعيد هذا المشروع، المشروع المهم، فهناك 24 من الموظفين وكلهم مهندسين وتقنيين مغاربة ذو تجربة عالية، بحيث أنه تم الأغلبية ديال الموظفين أن أنجزوا موانئ كميناء الداخلة. إذن جميع الموظفين مغاربة تم تكوينهم في مدارس مغربية والحمد لله. إذن سي الجناندي، نسبة تقدم الأشغال بالنسبة الأشغال، أولا خصنا نشير واحد مسائل تقنية، أنه بالنسبة لهذا المشروع ميناء الأسفي الجديد هناك حاجز رئيسي اللي كيبلغ الطول ديالو 2263 من الأمتار، وهناك حاجز ثانوي اللي كيبلغ 777 متر على عمق 16 متر، هناك رصيف الخدمات اللي كيبلغ 100 من الأمتار، والرصيف الفحم اللي كيبلغ الطول ديالو 289 متر. الأراضي المسطحة 3 هكتارات. أشغال الخرسانة تقريبا 800 ألف متر كوب. الأحجار 4.50 مليون متر مكعب، والحديد تقريبا 12 مليون من الكيلوغرامات.
بالنسبة لطبيعة الأرض، هل تواجهون أي عراقيل بالنسبة للتنفيذ؟ نعم نعم فعلا، لأنه هاد المنطقة هذه ولا هاد الميناء كانت هناك ثلاثة ديال المناطق اللي كانت صعيبة في الإنجاز، وبحيث أن المساحة الأراضي الغير القابلة للبناء تقريبا كتوصل تقريبا ل 200 ألف متر مربع، بحيث أن حاليا نجزنا المرحلة الأولى، هناك ثلاثة مراحل، رجعنا نجزنا المرحلة الأولى بنسبة 100%، بقات لنا المرحلتين الثانية إن شاء الله الرحمن الرحيم ستنجز قبل ما تم سنة 2016. إذا قبل ما تم سنة 2016 هو الموعد المرتقب يعني؟ لا، بالنسبة للأشغال على مستوى الأراضي الغير الصالحة للبناء. طيب. اما بالنسبه للمشروع فان شاء الله الرحمن الرحيم سيتم انتهاء الاشغال في اواخر 2017 ان شاء الله. نعود الى الدور الذي يمكن سيلعبه هذا الميناء الجديد لانعاش الاقتصاد، نقول في المنطقه والاقتصاد بالجهه ككل، جهه مراكش اسفي، ما هو الدور الذي سيلعبه بالنسبه لهذا الميناء؟ اولا هو ميناء كما اشرت ليه، ميناء معدني، اذا سيلعب الدور انتاج الطاقه، انتاج الطاقه الكهربائية. ثانيا استيعاب أنشطة المكتب الشريف للفوسفات، سيتم نقل الشركة الحالية للفوسفات الشريف الفوسفات لأنشطة المكتب الشريف للفوسفات إلى هذا الميناء، وسيتم نقل أنشطة الميناء الحالي إلى هذا الميناء الجديد، وسيتم تحويل الميناء القديم بمدينة أسفي إلى ميناء تجاري اقتصادي وسياحي. إذا بهذا أشكركم جزيل الشكر سيد الجلندي لإجابة المستفيضة على كل أسئلتنا، وأما أنتم مشاهدينا أضرب لكم موعدا جديدا مع حوار جديد. إلى اللقاء.